بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السيد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، السيد النائب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة سوسة مهسة، السيدات والسادة أفراد أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، متتبعي ومتتبعات الصفحة الرسمية لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بأكادير، أيها النظارة الكرام، يشرفنا أن نشارك معكم اليوم هذا البث الرقمي للندوة العلمية والفكرية المنظمة إحياء للذكرى 46 لمسيرة الخضراء المضفرة، والتي اخترنا لها كعنوان المسيرة الخضراء دلالات ودروس، وسيشارك معنا في تنشيطها ثلة من الأساتذة الفضلاء، وهم كل من السيد أحمد بوشركا الإمام والمرشد بالمجلس العلمي بالحوز، وقد عنون مداخلته بالدلالات العطرة للمسيرة الخضراء المضفرة، ثم أليه الأستاذ الفاضل محمد أبو السكين الإمام والمرشد بالمجلس العلمي المحلي بتزنيت، والذي اختار لمداخلته كعنوان المسيرة الخضراء تأكيد وترسيخ لتلاحم العرش والشعب. وسنختم هذه الجلسة بمداخلة الأستاذ الفاضل حسين سيبوس الذي عنونها بالمسيرة الخضراء معلمة تاريخية غنية بالمعاني والعبر. وسنترككم الآن للإنصات إلى هذه المداخلات، فإنصات ممتع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الإيمان سلاح المؤمنين، وقدر المسيرة الخضراء عبرة للمعتبرين. نحمده تعالى ونشكره حمد الشاكرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، فيشرفني أن أشارك معكم في هذه الندوة المباركة بهذه الكلمة المتواضعة. هذه الندوة التي تنظم بمناسبة تخليد الذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة، فأشكر الساهرين عليها وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق والسداد. فالحديث عن المسيرة الخضراء لا يمكن أن نكتفي فيه بالأحداث والوقائع، كما لا يمكن أن نقف عند الدروس والعبر فقط، بل لا يمكن لذلك أن يحقق التجانس والتناغم إلا بالحديث عن الدلالات العطرة للمسيرة الخضراء المضفرة. فالحديث عن هذه الدلالات يمكن أن يتم من جانبين، من جانب القرار والتخطيط، ومن جانب التنظيم والتنفيذ والتنزيل. فمن حيث القرار، فجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه حينما قرر تنظيم المسيرة الخضراء، إنما كان ذلك دليلا على نظره الثاقب وعلى حكمته العبقرية وعلى مسؤوليته التي كان يؤمن بها. فجلالة المغفور له الحسن الثاني كان يحمل همًا كبيرًا تجاه وطنه، ويحمل همًا كبيرًا تجاه كل أفراد مملكته وأفراد شعبه الوفي في كل بقعة من البقاع. لذلك فقد عبر جلالته في الخطاب الذي أعلن فيه عن تنظيم المسيرة الخضراء
عبر عن الهم الثقيل الذي كان يراوده لشهرين، شهرين من التفكير، شهرين من التخطيط، كما عبر جلالته عن ذلك. فحينما قرر تنظيم المسيرة الخضراء كان ذاك دليلاً على جنوحه للسلام وإيمانه بالطرق السلمية، مصداقاً لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها. كما أن إعلان جلالته عن تنظيم المسيرة الخضراء أكبر دليل على إيمانه بالشورى والتشاور، وأكبر دليل على المقاربة التشاركية التي كان يتميز بها جلالته مع شعبه الوفي. فقد أعلن عن قراره وترك الخيار للشعب حتى يقرر ما بدا له. فجلالته كان مهتما بمصلحة شعبه، وكان مهتما بمصالح بلاده، وكان مهتما بقضيته وقضاياه، وكان مؤمنا بعدالة قضيته، فقرر تنظيم المسيرة الخضراء المضفرة. أما من حيث التنفيذ والتنظيم، فإن ذلك يحمل دلالات متعددة. فله من الدلالات أن الشعب المغربي حينما خرج عن طواعية بتلك الأعداد الهائلة للمشاركة في هذه المسيرة، كان أكبر تجسيد لطاعة ولي الأمر امتثالا لقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما أن المشاركة المكتفة في المسيرة الخضراء تجسد الإيمان بالحرية، وتمثل التعلق بالكرامة، وتمثل التشبث بالسيادة. فالشعب المغربي كان متحدا، وكان صفا متراصا في تنظيمه للمسيرة الخضراء، وفي مشاركته في المسيرة الخضراء، ممتثلا بذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كما أن مشاركة المواطنين والمواطنات في المسيرة الخضراء كانت أكبر دليل على الحماس الوطني الذي تشبع به الشعب المغربي الأبي. فالمشاركة في هذه المسيرة كانت بكل تلقائية، وكانت مسيرة سلمية. كان سلاح الشعب المغربي فيها القرآن الكريم والعلم الوطني، فعبروا بذلك عن إيمانهم العميق بالله عز وجل، وعن تشبتهم بالبلد الحبيب، وعن وحدتهم خلف قائدهم المفدى جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه. فالشعب المغربي عبر بذلك عن التضحية والنضال، وعبر عن تحدي منطق القوة، وأثبت للعالم أجمع على أن الصعوبات والتحديات مهما كانت يمكن أن تحل بطرق سلمية دون حاجة إلى حروب أو قتال أو اقتتال. فيمكن بذلك أن نقول بأن أهم الدلالات التي تعبر عنها المسيرة الخضراء
تتمثل في قوة القائد وإرادة الشعب ومتانة العلاقة القوية التي تربط بين الشعب المغربي وقائدهم المفدى جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه آنذاك. وقد استمرت هذه العلاقة المتينة وتقوت هذه العلاقة وهذه الرابطة بين الشعب المغربي وبين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. فأسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا هذا بلداً آمناً مطمئناً، وأسأله عز وجل أن يجعله رخاءً رغداً وسائر بلاد المسلمين، كما أسأله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام، وأسأله جل وعلا أن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، وأن يحفظه في ولي عهده، وأن يحفظه في شقيقه المولى رشيد، وأن يحفظه في كافة أفراد أسرته، وأن يحفظه في مملكته وشعبه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على نبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام المنتخبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستحضر الشعب المغربي هذه الأيام ذكرى المسيرة الخضراء بكل فخر واعتزاز، ذكرى من أهم الذكريات الوطنية التي يعتز بها كل مغربي، لأنها تعتبر بحق حدثا تاريخيا متميزا وفريدا تفتقت عنه العبقرية الفذة للملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، حيث رسم خطة متكاملة ودقيقة للمشاركين في المسيرة الخضراء، لخصها في قوله: علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام. وفعلا لبى الشعب النداء بكل تلقائية وعفوية، مدركا أنه سيشارك في تسطير ملحمة تاريخية سيخلدها التاريخ بوصفها نموذجا متميزا للنضال من أجل الحرية والاستقلال. لذلك كان المشاركون على مستوى الحدث وصاروا على الخطة التي رسمها لهم ملكهم العبقري بكل دقة والتزام، وقدموا للعالم أجمع حدثا متميزا استحق أن يوصف بأنه معجزة القرن العشرين. وتميز هذا الحدث يرجع إلى كثير من الأمور، منها استرجاع الأراضي المحتلة وتحريرها من يد الاستعمار دون إراقة نقطة دم واحدة، بل كانت مسيرة سلمية سلاحها القرآن الكريم والعلم الوطني، وشعارها الله الوطن الملك، وعنوانها السلام. فلم يكن معهودا في عرف الأمم والشعوب أن يتم استرجاع أرض محتلة وتحريرها بهذا الشكل الفريد وبهذه الطريقة المتميزة، ومنها ذلك التناغم التام بين الملك وشعبه، متمثلا في الاستجابة العفوية والتلقائية التي لبى بها الشعب نداء ملكه، مما يدل على الارتباط الوثيق الذي يربط بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي. تبقى المسيرة الخضراء بهذه الاعتبارات وبغيرها طبعا محطة تاريخية مجيدة وخالدة في ذاكرة الشعب المغربي، يتذكرها بكل فخر واعتزاز وفي كل مناسبة، كما شكلت منعطفا حاسما وتاريخيا في وحدة المغرب واستكمال استقلاله. لكل ذلك جعل المغرب المسيرة الخضراء مرجعا أساسيا لاستلهام الدروس والعبر، دروس في الوطنية الصادقة ودروس في التضحية وفي الدفاع عن الحرية والاستقلال، ناهيك عن الصورة النموذجية التي قدمها المغاربة في الالتزام بأداء الواجب الوطني.
وترجمة كل ذلك إلى تقديم نموذج متميز من التلاحم بين العرش والشعب، ذلكم التلاحم المتين والارتباط الوثيق الذي جمع بينهما منذ عهد بعيد، ولا يزيدها التاريخ والأحداث الوطنية والدولية إلا رسوخا وتثبيتا. ولنا في التاريخ البعيد والقريب أمثلة كثيرة ومواقف متعددة كان فيها لهذا الارتباط والتلاحم دور حاسم وفعال. فحينما نتوقف عند المسيرة الخضراء نتذكر الدور الكبير الذي قام به الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله قبل الإعلان عن المسيرة الخضراء، حيث تواصل مع مجموعة من الدول الصديقة لأجل الحصول على الاعتراف بمغربية الصحراء قصد كسب الشرعية الدولية، وأيضا مساعيه الحثيثة لكسب الشرعية القانونية من المحكمة الدولية. وتوج كل ذلك بهذه المسيرة الفريدة التي حققت النجاح المقصود منها بتحرير الأراضي المغربية وطرد المحتل منها. وقد استلهم جلالته روح والده الملك المجاهد المغفور له محمد الخامس الذي انخرط بدوره في مقاومة الاستعمار الفرنسي ورفضه التنازل عن استقلال بلده مفضلا النفي على الخضوع، فالتف حوله الشعب كله ودافع عن حرية ملكه واستقلال بلده من خلال ثورة الملك والشعب، والتي انتهت بدورها برجوع ملك البلاد وخروج الاستعمار. فالمسيرة إذن هي استمرار وتأكيد لذلك التلاحم المتين والارتباط الوثيق بين الشعب والعرش العلوي المجيد، ينبغي علينا جميعا أن نصونه ونحافظ عليه بوصفه حصنا منيعا لوحدة بلدنا واستقلاله. وإذا كان جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله قد أطلق المسيرة الخضراء مستلهما ذلك من أبيه ومن ثورة الملك والشعب والتي أنهت الاستعمار وأرجعت ملك البلاد، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وهو وارث سر أبيه قد وضع مخططا تنمويا ضخما لأقاليم الصحراوية المغربية، متخذا من الجهوية الموسعة نظاما إداريا وترابيا جديدا يكرس وحدة وسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، مترجما المبدأ الوطني الراسخ بأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذلك لوعي جلالته التام بأهمية استحضار روح المسيرة الخضراء في البناء وبضرورة استمرارها واستكمال ما بدأه الحسن الثاني رحمه الله. وهذا ما يؤكد عليه دائما كما ورد في خطابه بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، حيث قال جلالته: إن قضية الصحراء ليست أول مشكل واجهه المغرب في تاريخه، فقد عرف أيام السيبة والفوضى وعاش تحت الحماية والاحتلال، كما عرف عدة مواقف صعبة، لكنه دائما يتجاوز الظروف الصعبة ويخرج منها موحدا قويا ومرفوع الرأس، وذلك بفضل إيمان الشعب المغربي بوحدة مصيره ودفاعه عن مقدساته ووحدة ترابه وتلاحمه الوثيق مع عرشه. كانت هذه الكلمات عاكسة لروح الشعب المغربي وكفاحه الوطني، وعاكسة أيضا لأصالته التي تتجلى في علاقة متجذرة تزداد عمقا عاما بعد آخر، وتنسج وسائج متينة تربطه بقيادته وأرضه وترابه الوطني. هي إذن ليست مجرد ذكرى نستعيدها ونتذكرها في كل سنة ونمر عليها مرور الكرام، بقدر ما هي محطة تاريخية تقتضي منا التوقف عندها، نتمعن فيها بعمق لاستلهام مجموعة من الدروس واستخلاص العبر لبناء مستقبل زاهر لبلدنا الحبيب بقيادة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله. حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر اللهم عين ولي عهده الأمير مولاي الحسن وصنوه الشقيق الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة،
ورحم الله فقيدي العروبة والإسلام المغفور له محمد الخامس ومبدع المسيرة الخضراء الحسن الثاني طيب الله ثراهما وجعلهما في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حفظ الله بلدنا من كل الأخطار واجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يستحضر المغاربة قاطبة ذكرى المسيرة الخضراء التي تعد خاطرة ربانية وتجسيدا للوحدة الوطنية وتأكيدا للبيعة ومحطة وضاءة في تاريخ المملكة المغربية. إنها من الذكريات الوطنية التي تتجدد على المغاربة في السادس من نوفمبر من كل عام. هذا الحدث التاريخي العظيم الذي عم صيته الآفاق حتى أثار دهشة العالم وإعجابه، مما جعل الكثير ممن تتبعوا أحداثه لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوما بيوم يطلقون على المسيرة الخضراء معجزة القرن العشرين، لكونها فكرة باهرة اندهش لها الساسة وعباقرة القادة، وكانت وستظل حدثا متميزا لا يزيده مرور السنين وتعاقب الأيام إلا لمعانا وإشراقا، وستظل مصدرا ثرا يلهم الشعراء والكتاب ويحفز العلماء والمؤرخين والباحثين عن معرفة سر هذا الحدث الكبير الذي انبثق عن فكر ثاقب وعن إيمان عميق بالله وعن حب وإخلاص للوطن والمواطنين. لقد جددت المسيرة الخضراء في النفوس معاني التضحية والفداء، وأبرزت الروح الوطنية المتوقدة المتحفزة، وأججت في القلوب روح الإيمان بالله، فأظهرت معدنا ثمينا أصيلا لشعب وفي لعرشه ووطنه، وكشفت عن تعلق الشعب بالعرش والعرش بالشعب في إخلاص دائم وحب ووفاء وولاء مستمر وطاعة وامتثال، كما أبدت تجاوب المغاربة مثاليا منقطع النظير، تجاوبا جعل من الدولة المغربية دولة متميزة بين شعوب العالم، وأفرزت الإرادة العازمة التي حققت المستحيل على ساحة الواقع، وسجل التاريخ الذي يشهد على الملاحم والبطولات. إن المسيرة الخضراء تشكل مناسبة ووقفة للتأمل توحي بواجب الاعتزاز بالوطن والتشبع بالحس الوطني في خدمته والدفاع عنه والنهل من ينابيع الوطنية الحقة التي يطفح بها تاريخ المغرب التليل الزاخر بالأمجاد والملاحم والبطولات. فما إن هيأ الله للمسيرة الخضراء ملكا عظيما عبقريا وقائدا كفؤا وزعيما قويا ذكيا، حتى هب المغاربة إلى الاستجابة لتلبية ندائها، فنشطت لدعوتها النفس والأعضاء والجوارح، وسعت إليها النفوس سعيا، فلبى نداء المشاركة فيها الرجال والنساء والشيوخ والشباب من القرى والمدن والحاضرة والبادية، وتنافس الناس في شرف الانتساب إليها، وتسابقت مختلف فئات الشعب لنيل شرف المساهمة فيها غير عابئة بالمشقة والصعاب والمتاعب، تلبية لنداء المحبة والحكمة والعبقرية. إن المتأمل في ذكريات هذا الحدث الوطني الجليل يقتضي منا الوقوف عندها واستخلاص معانيها وتمريرها بكل فخر واعتزاز لأبنائنا وبناتنا وأحفادنا، فهو ليس بحدث عادي نمر عليه مرور الكرام، بل الواجب علينا إجالة النظر
وإمعان الفكر في العديد من الدروس والعبر التي تزخر بها. ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الدرس الأول، إن تسمية المسيرة الخضراء بهذا الاسم يحمل في طياته رمزا للسلم والسلام وشعار عز وكرامة وعنوان سؤدد ونصر وفخر واعتزاز، فهي بذلك مسيرة سلمية قرآنية عنوانها نبذ للعنف وما يؤدي إليه من حرب دامية مدمرة عنيفة. الدرس الثاني، تحت ظل القرآن الكريم يحمل المغاربة السائرون في المسيرة الخضراء سلاحا قرآنيا تسمو بنوره ملامح النصر والفلاح مشفوعة ببركة السنة النبوية الشريفة واستلهام السيرة المحمدية العطرة. هفت أرواح المغاربة فتجاوبت، وطربت نفوسهم الزكية، وابتهجت قلوبهم الرحيمة، وتأججت عواطفهم ومشاعرهم، فأدركت عقولهم النيرة أن التواد والتراحم والتحاب والأخوة والمودة قوة معنوية صريحة ومتعة روحية ربانية وأهداف وطنية نبيلة. لقد كان سلاحهم القرآن الكريم، سائرين تتلألأ فوقهم في الآفاق راية النصر والشهامة والإقدام، مصداقا لقوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. إذ حقق الله للمسيرة الخضراء غايتها حتى أصاب سهمها الهدف الأسمى، وهو استرجاع حقنا المسلوب وإنهاء الوجود الاستعماري. الدرس الثالث، نستخلصه من الدور الكبير الريادي الذي قام به جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في سبيل تحرير أقاليمنا الصحراوية المسترجعة، فقد بذل رحمه الله جهدا كبيرا، وكانت مساعيه متتابعة إلى الدول الشقيقة والصديقة إلى حين حصوله على ما كان يصبو إليه لشعبه من مجد وكرامة وعزة، حيث أخذ رحمه الله تعالى ما ألقي على عاتقه من مسؤوليات على سبيل الجد والإخلاص. الدرس الرابع، نستفيد من هذا الدرس طبيعة العلاقة المبنية على المحبة والتعلق والتفاني التي تربط المغاربة بملوكهم عبر قرون، فهي نعمة تترجمها الروابط المثينة التي تجمع بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي المجاهد، فقد كان الشعب ملبيا لنداء الحق الذي صدع به الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، معبرا عن ذلك بمواقفه الثابتة والتضحيات الجسام والبطولات الخالدة، فقد جاء الحق بازغا في الانتصارات الباهرة التي حققها الشعب المغربي بيقين وتفان وثبات وعزم كبير وجهاد مستميت، مستلهمين قوتهم وثباتهم من قول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. الدرس الخامس، يتجلى في نعمة الاستقرار التي ينعم بها المغاربة ويعيشون تحت ظلها الوافر الجميل، فبعد رحيل الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه هيأ الله تعالى لهذا الشعب من يحمل مشعل الخير والصلاح بعده، فكان الملك محمد السادس سدد الله خطاه وجعله خير خلف لخير سلف، فقد جمع الله على يديه شمل هذا الشعب ووحد به الكلمة، وذلك بما يبذله جلالته من أعمال جليلة ومساع حميدة للنهوض بهذا البلد الأمين في مختلف الميادين
العلمية والثقافية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها. إن ما تحقق في عهده نصره الله من إنجازات ملكية كثيرة وكبيرة يصعب حصرها، ميزت 20 عاما من حكم الملك محمد السادس وغيرت تماما من وجه المملكة المغربية، ووضعتها على طريق التقدم والنهوض والازدهار. فهنيئا للمغرب بقائده وزعيمه في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، ومتمنياتي لجلالته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي بمزيد من التقدم والرقي والرفعة في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه، ويحفظ مولانا أمير المؤمنين محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أظهره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إنها فعلا ذكرى غنية بالمعاني والعبر كسائر الذكريات الوطنية التي يحييها الشعب المغربي في كل مناسبة أو في كل وقت وحين من السنة، ذكريات تحيلنا إلى التاريخ التليد لهذا الشعب الوفي لعرشه ووطنه. وكما جاء في مداخلات السادة الأساتذة فهي ذكريات غنية بالدلالات والعبر والمعاني والقيم الوطنية السامية. وفي الأخير نود أن نشكر كل من ساهم معنا في إحياء هذا النشاط، وإلى الملتقى إن شاء الله في ندوة أو في نشاط ثقافي آخر، وشكراً.